مشاهدينا أينما كنتم، تحية طيبة وإليكم عناوين الأخبار. الهيئة العليا للانتخابات تستعرض قواعد وإجراءات تمويل الحملة الانتخابية البلدية وتعلن انتداب 1700 عون لعمليات المراقبة. جلسة عامة ثانية للتصويت على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة من عدمه تفشل في أشغالها وتتحول لانتقادات لتطبيق النظام الداخلي للمجلس. المصريون يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب رئيسهم وسط توقعات بفوز الرئيس الحالي السيسي وتركيز كبير على نسب المشاركة. مرحبا بكم. أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري عن انتداب الهيئة ل1700 عون للقيام بعمليات مراقبة الحملة الانتخابية للانتخابات البلدية التي ستنطلق في 14 من الشهر المقبل. الإعلان جاء خلال لقاء نظمته الهيئة مع رؤساء القائمات المترشحة بولايات تونس الكبرى لاستعراض قواعد وإجراءات تمويل الحملة الانتخابية والتي تختلف وفق أنور بن حسن عضو مجلس الهيئة عن الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة. ضبط المنحة العمومية هناك اختلاف، مثلا في ضبط المنحة العمومية 86 البلدية محثة انتفعوا بمنحة تفاضلية اللي هي 500 دينار، ثم طرق وشروط الانتفاع بالمنحة العمومية تبدلوا كيف كيف، ثم شروط التعامل والضوابط التعامل بعد الإعلان عن النتائج اختلفت وليت أكثر صرامة، وهناك عقوبات حتى دونك ما كانتش موجودة وليت موجودة حتى لين تكون كل مخالفة دونك تقابلها عقوبة. الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية الدقيقة التي تمر بها البلاد وضرورة الإسراع بمعالجتها شكلت موضوع لقاء رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بالأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي، ثم برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي. وقد تم التأكيد على ضرورة تغليب صوت العقل لحل الإشكالات القائمة وعلى الإرادة القوية لرئيس الجمهورية لحشد جميع المجهودات لتجاوز الصعوبات الراهنة. وتحدثنا في الوضع السياسي، الوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، والتقيت معناها لقيت لدى السيد الرئيس استعداد كامل للقيام بكل ما من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها. وإن شاء الله بلادنا محتاجة اليوم إلى أكثر للعقلاء حتى ممكن باش تتجاوز الأزمة متاعها، وإن شاء الله القادم بالنسبة لتونس يكون أفضل من حاضرها. فكانت الدعوة إلى التهدئة رئيس الدولة، وأنا مقتنعان بأنه لا بديل عن التوافق إلا مزيد من التوافق وما يقتضيه ذلك من قبول للحوار والاستماع لكل وجهات النظر ورفض كل محاولات الإقصاء لهذا الطرف أو ذاك الطرف. الانتقال التونسي، الانتقال الديمقراطي التونسي يبقى انتقالا متميزا في العالم العربي، بل هو الانتقال الوحيد وهي مسؤولية الجميع في المحافظة عليه. في مجلس نواب الشعب ووسط أجواء مشحونة استؤنفت صباح اليوم أشغال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه. وقد اتهم عدد من النواب رئيس المجلس محمد الناصر بتجاوز النظام الداخلي في تسييره للجلسة. بعد جلسة السبت الماضية التي خرجت عن سياقها في أكثر من مناسبة ما حدا برئيس المجلس إلى رفعها، مرة أخرى أجواء مشحونة ترافق الجلسة المخصصة للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة من عدمه. فبانتقادات توجهت بها النائبة هاجر بالشيخ أحمد إلى رئيسة الهيئة سهام بن سدرين انطلق سيل من نقاط النظام. أنت يلزم تدفع تعويض للشعب على سنوات الأوهام والآلام اللي آملنا فيها بعدالة انتقالية، فبينت عدالة انتقائية وعدالة انتقامية. مداخلة اعتبر عدد من النواب أنها تحمل تجريحا في شخص رئيسة الهيئة وإهانة إلى المجلس وضيوفه. اليوم غير معقول أنه ضيف المجلس
ورئيسة هيئة أمامنا نستغل الفرصة باش نستعمل عبارات لإهانة رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة. أنا شفنا كيفاش هالجلسة ذي بدأت وهو شيء مؤسف جدا، سواء في العبارات المستعملة في المداخلة حقيقة بغض النظر عن معني بها. ننتقد عند الحق باش ننتقد أي إن كان كما أي إنسان ينتقد أي شيء. أمس في الأيام نايب لينا زميل قال كلمة البلاد كاملة، مش البلاد كاملة، أولت كلمته. اليوم سمعنا كلام ماهوش مقبول الحقيقة. لتتعاقب المداخلات المنتقدة لطريقة رئيس المجلس في تسيير الجلسة. اليوم معناها الهيئة وقت استدعيناها على أساس هي تتكلم الأولى ثم يقع نقاش عام. اليوم نبدأ بالنقاش العام والهيئة ما زالت ما قدمتش الكلمة نتاعها، وبالتالي اليوم فما خلل. سيد رئيس سيادتك لم تعلن في بداية الجلسة حاجتين، أولا أنه ثم ظرف استثنائي، وثانيا أن باش دخلته ما بين الإلكتروني وبين رفع الأيدي، وبالتالي جلسته يوم السبت باطلة وفي حكم العدم. تلقينا كنواب برقية تدعونا للحضور بمجلس نواب الشعب لجلسة يوم الاثنين، جدول أعمالها مناقشة مشروع قانون ومناقشة مشروع قانون، فوجدت أن ما يجري في الجلسة خلاف الدعوة، وليس من حقكم كرئيس للمجلس الدعوة لجلسة عامة دون انعقاد المكتب، وتوقعت أن الصباح باش تعقدوا مكتب ولكن لم تفعلوا. وبطلب من أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية رفعت الجلسة لتستأنف بنقاش حاد حول مدى قانونية ترأس محمد الناصر لهذه الجلسة. أنت غير مهيئ لرئاس هذه الجلسة لسببين اثنين، لأنه فما تضارب مصالح. تقفني حد كوني فيه البركة لا. ووسط هذه الأجواء المتوترة علقت الجلسة مرة ثانية للتشاور بطلب من نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة ليبقى مصير هذه الجلسة مجهولا. إلى معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس وتحديدا إلى منطقة البسرياني حيث يعاني أهالي الجهة من العزلة وتتعطل مصالحهم كلما نزلت الأمطار بسبب غياب البنية التحتية. كاميرا الأخبار زارت المنطقة ونقلت لكم في هذا الروبورتاج جزءا من معاناتهم. 287 عائلة مهددة بالعزلة كلما نزلت الأمطار، عزلة يتضرر منها المريض والتلميذ والفلاح. أسلك فلاحي وهذا يستحق الفلاح المنتج، توصل الإنتاج بعض أحيان يعدم وماليه ما تجيبش تخرجه وما تجيبش تروجه، والتلميذ اللي يقرأ في الإعدادية في منزل شاكر لو كان يجو ويشاهد ويشوفه ويسهلوا مع الأسادة يوصل حال تحليله ودبشة وأدواته مبلولة. لا تلامذة تخرج، لا مريض ينجم يخرج، لا أمبيلونس. الأمبيلونس أنا طلبت الأمبيلونس مرة، طلبت الأمبيلونس وقال لك أخويا المريض متاعك خرجوا للكياس. أنا عندي الوالد عمره 108 وأنا نسكن في صفاقس، ما خليت حتى واحد اللي كلمته إلا ما جيتني اليوم وخرجته على الدابة وهو من الكهرباء عرض لي في كياس. حتى سيارة الأسعف الوحيدة لا تضمن خروجها من هذا الطريق سالمة عندما ينزل الغيث، فما بالك بوسائل النقل البسيطة التي يلتجئ إليها طالب الرزق في أماكن خارج منطقة البسرياني. عمر عامين ديما تصليح ومصروف، البيست مشو ما أخويا ذاك، الشمبرارات بنوات موتير ديما تصليح. تصب مطر بطبيعة حتى حد ما يتحرك، تصب مطر ساعات ما نمشوش نخدم، تلقى أربع خمسة من الناس يمشي فينا واحد ولا اثنين اللي قريب لكيس، أما اللي في الحنين اللي بعد ما نجموش نمشي نخدم. يتبع مسلك البسرياني الذي يبلغ طوله حوالي 7 كيلومترات تداريا معتمدية منزل شاكر، وقد أكد المعتمد أن هذا المسلك دخل ضمن برنامج التنمية المندمجة وخصص له مبلغ 996,000 دينار، ولن يتأخر تعبيده بما يضع حدا لمعاناة أهل المنطقة شيبا وشبابا.
تم تأجيل إضراب سواق التاكسي الفردي الذي كان مقررا اليوم، وذلك إثر التوصل إلى اتفاق مع وزارة النقل. فبعد جلسات بالإدارة العامة للنقل البري ضمت ممثلين عن وزارة التجارة والنقل والغرفة الوطنية للتاكسي الفردي، وافق وزير النقل على الزيادة في التعريفة، وتمت إحالة المقترح لوزير التجارة لإبداء الرأي، لتتم بعد ذلك المصادقة النهائية من وزير النقل في انتظار النظر في بقية المطالب خلال جلسة تعقد قريباً. نظم البريد التونسي بالتعاون مع بزنس فرانس والاتحاد الإفريقي للبريد ملتقاً مع عدد من المؤسسات البريدية بالبلدان الإفريقية بهدف تكوين شراكات تمكن البريد التونسي من تنويع خدماته وابتكار منتوجات جديدة بهدف المساهمة في إرساء مشروع الاقتصاد الرقمي ودعم وجودها في السوق الإفريقية الواعدة. اليوم احنا حابين نوريو اول حاجه شنو متوصلنا احنا البريد التونسي، قد وين وصلنا في المنتوجات نتاعنا ذوما والمشاريع نتاعنا، خاصه مشروع ايكوما افريكا اللي هو تعرف يطمح باش نعمل منصه نتاع تجاره الكترونيه في بلاد التونسيه واللي هي باش تغزو افريقيا، وخاصه المشاريع زاد اللي تهم خاصه البعد الاستراتيجي الرقمي. التحول الرقمي اليوم هو هاجس جميع الهيكل البريديه في افريقيا، واحنا نحتذى به كمثال نحتذى به بالنسبه لهم. عربيا ودوليا، نحو 60 مليون ناخب مصري مدعو للادلاء بصوته انطلاقا من اليوم وعلى مدى 3 أيام لانتخاب رئيس جديد للبلاد. وفي غياب منافسة حقيقية وفق الملاحظين، من المتوقع ان يكون الفوز سهلا للرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية بأربع سنوات. توجه اليوم الناخبون المصريون إلى صناديق الاقتراع في أولى الأيام الثلاث للانتخابات الرئاسية المصرية التي يحق لنحو 60 مليون ناخب التصويت فيها لتحديد من يقود البلاد لفترة قادمة. يوم بيمارس كل مواطن حقه الدستوري واجبه الوطني في تحديد مستقبله، هذا هو نتاج ثورتين عظيمتين لشعب عظيم يستحق أن يكون هو اللي يحدد مسار مستقبله واللي يحدد بإرادته طموحاته. المصريون مدعوون لاختيار أحد المرشحين وهما الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، منافس مغمور تقدم إلى السباق الانتخابي في آخر ساعة قبل غلق باب الترشح في حركة جنبت السيسي خوض انتخابات بلا منافس. اليوم وبلا أدنى منازع فعلي يمضي على ما يبدو الرئيس الحالي نحو ولاية ثانية بأربع سنوات. المتابعون للمشهد السياسي في مصر يعتبرون أن هذا الموعد الانتخابي بمثابة المسرحية قبل فيها المرشح موسى أن يكون منافسا شكليا بعد أن انسحب الأغلبية ممن أعلنوا سابقا نيتهم الترشح لمقعد الرئاسة نتيجة تعرضهم إلى الضغوطات والاحتجاز، على غرار رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق الذي اعتقل بشكل مؤقت إثر عودته إلى مصر، فيما لا يزال رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان محتجزا بعد أن وجهت إليه تهما بإهانة المؤسسة العسكرية ومخالفة قوانينها بالترشح لمصر منصب سياسي. وعلى ضوء هذا الواقع الانتخابي دعت المعارضة إلى مقاطعة الانتخابات، فيما تسعى السلطات إلى حث المواطنين على الإقبال بكثافة للتصويت في مسعى لإضفاء النزاهة على نتائج الانتخابات المقرر الإعلان عنها في 2 من الشهر القادم. هذه الانتخابات تجرى في ظرف اقتصادي وأمني صعب، حيث تعرضت البلاد إلى هجمات إرهابية متكررة خلال ولاية السيسي. اليوم تأخذ المؤسسة الأمنية هذا المعطى بعين الاعتبار وتنشر عشرات الآلاف من وحدات الأمن والجيش بالمراكز الانتخابية والمنشآت الهامة لتأمين العملية الانتخابية. لقي مواطن مصري مصرعه وأصيب آخرون أثر اعتراض صاروخ باليستي فوق الرياض أطلقه الحوثيون من اليمن باتجاه السعودية، وتم رصد 7 صواريخ باليستية حسب ما أعلنه التحالف العسكري الذي تقوده الرياض. 7 صواريخ باليستية قطعت سكون الليل في مدينة الرياض، أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه السعودية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، تسبب سقوط شظايا أحدها على منزل سكني في مقتل مواطن مصري وإصابة 3 آخرين بجروحة. وأعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية أن الدفاع الجوي السعودي تمكن من اعتراض وتدمير 7 صواريخ تم إطلاقها من الأراضي اليمنية، 3 منها كانت تستهدف الرياض.
متزامنة مع الذكرى الثالثة لبدء التدخل العسكري بقيادة السعودية ضد الحوثيين وأنصارهم في اليمن. أولى ردود الفعل على هذا الهجوم الصاروخي أتت من كل من الإمارات والكويت والبحرين الذين أكدوا وقوفهم الكامل إلى جانب الرياض في مواجهة هذا التصعيد الخطير من الحوثيين. بدورها أكدت واشنطن دفاعها على حق المملكة في تأمين حدودها. وبدورها أعلنت جماعة من الحوثيين تنفيذها ضربات باليستية واسعة على أهداف حيوية داخل الأراضي السعودية. في الأثناء شهد ميدان 70 في العاصمة اليمنية صنعاء مظاهرات حاشدة في الذكرى الثالثة لبدء التحالف العربي بقيادة السعودية عملياته العسكرية في اليمن استجابة لدعوة زعيم أنصار الله عبد الملك الحوثي إلى الاحتشاد في الميدان للتعبير عن الثبات والصمود بعد مرور 3 سنوات على بدء التحالف عملياته العسكرية في اليمن. في خبر آخر، أفادت وزارة الطوارئ الروسية اليوم أن ما لا يقل عن 64 شخصا لقوا حتفهم في حريق اندلع أمس في مركز تجاري في سيبيريا، والتهم الحريق الذي يعد واحدا من أكبر الحرائق في روسيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، التهم الطوابق العليا من المركز التجاري وفيها مجمع دور العرض السينمائي ومنطقة ألعاب الأطفال. وأفاد المصدر نفسه أن ما لا يقل عن 12 شخصا ما زال في عداد المفقودين. نشرتنا متواصلة وفي صفحتها الثقافية بعد قليل انطلاق تظاهرة 24 ساعة مسرح تؤثث المشهد الثقافي بالكاف. ولكن قبل ذلك وفي أخبار الرياضة، وبعد تحوله أمس إلى مدينة نيس الفرنسية ضمن استعداداته للمباراة الدولية الودية الثانية التي ستجمعه غدا بمنتخب كوستاريكا بملعب الأليانتز ريفيرا، يجري المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مساء اليوم حصته التدريبية الثانية بعد حصة أولى سجلت مشاركة 24 لاعبا بمن فيهم يوسف المساكني الذي تدرب على انفراد، في حين خضع كل من رامي البدوي ويوهان بن علوان إلى حصة تأهيل بدني. وكان المنتخب الوطني التونسي قد استهل برنامج تحضيراته لمونديال روسيا بالفوز على المنتخب الإيراني وديا يوم الجمعة الماضي بأولمبي رادس قبل أن يخوض غدا المواجهة الودية الثانية أمام كوستاريكا انطلاقا من 7 مساء بتوقيت تونس. من جهته ينطلق اليوم المنتخب الوطني لكرة اليد في تربصه الإعدادي الذي يتواصل حتى 30 مارس الجاري قبل المواجهة الدولية الودية أمام المنتخب الإسباني في 7 أفريل القادم. وكان المدرب توني جيرونا قد وضع أمس قائمة ب18 لاعبا، ومن المنتظر أن يخوض المنتخب التونسي تربصا تحضيريا آخر بإسبانيا من 2 إلى 8 أفريل المقبل بمشاركة الثلاثي المحترف محمد السوسي ووائل جلوز وأسامة حسني. ثقافيا الآن، تعيش مدينة الكاف على وقع الأيام المسرحية 24 ساعة مسرح التي تتخذ في دورتها الحالية شكل المهرجان. وقد انتظمت بالمناسبة ورشة علمية تقنية حول الرقص والأغنية الفولكلورية شارك فيها باحثون من تونس وفرنسا. هذه الأجواء التنشيطية والدمى العملاقة جابت عددا من شوارع مدينة الكاف إذنا بانطلاق الدورة 17 لتظاهرة 24 ساعة مسرح دون انقطاع. الدورة الحالية تشهد برمجة أكثر من 50 عرضا من تونس ومن عدة دول شقيقة وصديقة، عروضا سيحتضنها مركز الفنون الدرامية والركحية بالكاف وعدد من الفضاءات الثقافية والتاريخية والتربوية والسجنية. انطلقت الدورة الحقيقة يوم 23، واليوم النسخة معناها القديمة من التظاهرة، لأنها كانت تظاهرة اليوم أصبحت مهرجان. اليوم تنطلق 24 ساعة متواصلة، أكثر من 24، يمكن 28 ساعة متواصلة للعروض المسرحية من تونس من خارج تونس وعروض موسيقية. التظاهرة التي تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمسرح تعد عرسا مسرحيا وثقافيا يتزايد إشعاعه كل سنة ليستقطب اهتماما واسعا وطنيا وإقليميا ودوليا. كيف هي نقول أكثر شيء مدرسة
لأنه كل الموجودين على الساحة اليوم مروا من الكيف، والعرس هذا إن شاء الله إن شاء الله هذه دورة 17، إن شاء الله الدورة 18 يكون مركزنا عنده قانون أساسي. فريمون درتوا باراد شابة كتير كتير، يعني فريمون جو سوي تري تري كونتونت، أنا فرحانة كتير بوجودي هنا بوجود الفرقة نتاع تيزي وزولي، أنا لأول مرة يخرج المسرح بمسرحية بالأمازيغية. أنا سعيد جدا بحضوري المرة الثانية في الكاف. هذه السنة جئنا بعرض متكامل مع عدد من المسرحيين، سوف نعمل مع عدد الطلبة. الدورة 17 كرمت عددا من الوجوه المسرحية التي عملت على الارتقاء بالفعل المسرحي في بلادنا. بعد أشغال أيام ثلاثة من الورشات متعددة الاختصاصات، اختتم أمس بتطاوين ملتقى وطني خاص بالسينما والصورة والفنون، عرض خلاله تلاميذ المدارس الابتدائية إنتاجاتهم الجمالية من أجل مدرسة تونسية تصنع جيل مبدعين لا متعلمين فقط. إبداعات تلماذية في السينما والصورة والفنون التشكيلية من مختلف جهات الجمهورية عرضت في فعاليات هذا الملتقى الوطني للصورة والسينما داخل المدارس الابتدائية بولاية تطاوين. الفائدة أنه التلميذ يوصل المسار بطريقة فنية مسرحية سواء كانت أو سينمائية أو عن طريق الرسم، يعني يوصل المسار للظروف اللي يعيشها، ولهنا كيف لهنا استغليت الفيلم هذا لتوصيل المسار ظروف الطفل في الريف. فرصة لكي يتلاقى التلاميذ وأيضا لاكتشاف إبداعات التلاميذ وقدراتهم ومبادراتهم في مجال السينما والصورة وفي مجال التربية التشكيلية والرسم. نعرف جيدا أن اليوم الملتقى انطلق بصورة فعلية وهنالك ورشات في الرسم وأيضا عرض للأفلام لمختلف المندوبيات المشاركة في هذا الملتقى. إبداعات هذه عندها وقع كبير وفي نفوس التلاميذ وتساهم مساهمة إيجابية جدا في التعلم وفي تركيز المعلومات. ما قدم في هذا الملتقى تتويجا لإبداعات تلاميذ مميزين تم تأطيرهم من قبل معلمهم، اختاروا من اهتماماتهم اليومية مواضيع لأعمالهم الفنية. هذا المسار سائرون فيه على مستوى وزارة التربية بوعي تام، باعتبار أن الرسالة الجديدة التي نريدها أن تكون للمدرسة اليوم هي ليست فقط التعليم، ليست فقط تعلم القراءة والكتابة، وإنما أيضا إعداد المواطن القادر على أنه يندمج بسهولة في المجتمع. بالصورة والريشة والرسم، أكد هؤلاء التلاميذ برأيهم أن المؤسسة التربوية في تونس ليست مجالا للمعرفة والتعلم فحسب، بل هي إبداع وتثقيف متى وجدوا من يحيط بهم. وفي القصرين يتواصل مهرجان الشباب في نسخته الثانية، مهرجان تنظمه جمعية البعد السابع بالاشتراك مع المندوبية الجهوية للثقافة وتتخلله عدة عروض موسيقية. مهرجان الشباب سطع نجمه وأنار ليلا من ليالي القصرين بفقراته الصاخبة التي رسمت الابتسامة على الجفون وأثلجت الصدور. نتفرج جيت نتفرج في فيستيفال العام والثاني في القصرين، ياسر طيارة جيبونا جروب يوما في الهرلول، واليوم جيبونا منير ترودي وياسر جرايدي، غدوة إن شاء الله باش يجيبونا فلقة. هذه المشاركة الثانية في المهرجان هذا في دورته الثانية، جيت الدورة الفارطة وحدي، والمرة هذه جبت أصدقائي مجموعة ديما. الواضح أنه المهرجان كبر وبدأ يوقف على رجليه، الواضح أنه الاهتمام بالمهرجان هذا عمله يكبر في الجهة، فما برشا شباب مهتمين برشا. ثورة ثقافية يقودها شباب ولاية القصرين، شباب آمن بالفن والموسيقى والثقافة مختلف مساراتها لبناء مجتمع أفضل، شباب شارك في تأسيس مهرجان الشباب القصرين في دورته الثانية، دورة تعددت خلالها الفقرات وتنوعت واستقطبت المئات من محبي الحياة والتغيير وعشاق الفن. كانت فرصة une grande opportunité للعباد الكل باش تجي تسمع موسيقى بنينة تشيخ بموسيقى par contre les
بريم تاع لي تيكي كانوا رمزيين برشا وما يتفقوش مع الكروند فالور ارتستيك تاع العروض اللي تقدمت واللي حاولت تلم بين الاذواق الكل بين الموسيقى الالكترونيك والكونتمبوران والكلاسيك واللي حاولت تعمل ساتيسفاكسيون للاذواق الكل. وعاد مهرجان الشباب من جديد بالجديد، فأراد منظموه هو أن تكون هذه الدورة دورة إقلاع وإثبات للذات. ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الهيئة العليا للانتخابات تستعرض قواعد وإجراءات تمويل الحملة الانتخابية البلدية وتعلن انتداب 1700 عون لعمليات المراقبة. جلسة عامة ثانية للتصويت على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة من عدمه تفشل في أشغالها وتتحول لانتقادات لتطبيق النظام الداخلي للمجلس. المصريون يتوجهون إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب رئيسهم وسط توقعات بفوز الرئيس الحالي السيسي وتركيز كبير على نسب المشاركة. وبإمكانكم مشاهدين متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.